شاهد خطوبة الفنانة اللبنانية نادين نجام بعد زواج مفاجئ، وأول تعليق ودور لها مع خطيبها بعد الخطوبة. شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيم نجام متابعينها على السوشيال ميديا مقطع فيديو أثناء تقديم ناري جناربكيان خاتم الزواج لها، وذلك في حفل عيد ميلادها. وعبرت نادين نجام عن سعادتها الكبيرة في أول تعليق لها بعد الارتباط، حيث كتبت: اليوم كان من المفروض أن أحتفل بعيد ميلادي، لكن انتهى الأمر بي بالاحتفال بالحياة والحب، قلت نعم. وفوجئت النجمة اللبنانية نادين خلال حفل عيد ميلادها بحبيبها ناري جناربكيان بتقديمه خاتم الزواج أمام أعين الحاضرين. وما أن رأت نادين خطيبها حتى سيطر البكاء عليها وسط تشجيع أصدقائها الذين استمروا بالتصفيق والصراخ، حتى وافقت على الطلب وارتدت خاتم الزواج. صور الفنانة نادين نجام من عرض الزواج. فور نشر الفيديو انهالت تعليقات المهنئين للفنانة نادين نجام على خطوبتها، ومنهم الفنانة هبة نور، كارين وازن، جويل ماردنيان، بالإضافة إلى الفنانة صفاء سلطان وغيرها. وكتبت أيضا على فيديو نشرته: يا رب تحمينا وتبعد عنا الناس السيئة وتبارك لنا العمر كله. أول ظهور للفنانة نادين نجام مع خطيبها. كانت النجمة اللبنانية قد صرحت سابقا أنها لم تقدم على الزواج بالسر وستعلن ارتباطها فور حدوثه، حيث قالت: في حدا بيستحي من الحب؟ ورافق ناري جناربكيان حبيبته الفنانة نادين نجام خلال مشاركتها في حفل صناع الترفيه جوي أوردز الذي أقيم في الرياض، واحتفل معها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل صالون زهرة، لكنه فضل عدم الظهور أمام كاميرات الإعلام. تأتي خطوة ناري بطلب نادين للزواج بعدما سألها برنامج تريندينج حول ما إذا ستشهد هذه السنة زواجها من خطيبها ناري، حيث قالت أنها لا تمتلك إجابة على السؤال، لا سيما أن لديها الكثير من التعاقدات والخطط التي لا بد أن تنجزها، مشيرة إلى أنه في حال كان هناك وقت كافي للتخطيط للزفاف فمن المحتمل أن تفكر بذلك. وتابعت: صراحة ما عندي فكرة، عندي هلأ بعد التعاقدات لازم خلصهم، إذا ضللنا وقت بنعملها، مشغولة كتير. وأضافت الفنانة نادين نجام: عن جد عندي خطط، ما بيطلع لي وقت أهتم بهذه الخطوة. كانت نادين نجام قد نشرت في نهاية العام الماضي مقطع فيديو جمعها بشافي أحد المطاعم، وعلقت عليه بالقول: يلي عم يحاول يستهبل ويصور على أساس عم يزعجني، بدي أقول شغلة لكل حد عم ينشر الفيديو، هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي. وتابعت: وما حدا خاصه، من هلأ بقولكم العبوا غيرها وجربوا حظكم مرة أخرى، يا عيب الشوم عليكم، ما بتحترموا خصوصية الناس، هدفكم بس النشر وجلب اللايكات. وأضافت: كلكم هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس، صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كانت مشهورة. وتابعت: بعدكم مفكرين انه بهالطريقة بخسر ولادي وتتمنوا لي اخسرهم، وما حدا بهالدنيا بفارقني عن ولادي، لأنه بالقانون وبرا القانون أنا امرأة مطلقة حرة. وأضافت: وبحق لي عيش وحب وتزوج، خلصنا بقى منكم، عيب عليكم.
وجدير بالذكر أن الفنانة نادين نجام تزوجت لأول مرة عام 2013 من المهندس هادي الأسمر، ورزقا خلال زواجهما بولدينهما جيفاني وهافين، ثم انفصلا. وشاركت الفنانة اللبنانية نادين عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام صورا ملتقطة من الخلف وهي تقف في مكان مظلم، كما بدت في الصورة وكأنها ترتدي ثيابا شبيهة بالزي البوليسي، وكتبت على البوست: وأخيرا رمضان، حبيت شارك معكم صورة من كواليس العمل. ومن جهته نشر الفنان قصي خوري صورة من المسلسل عبر حساباته على السوشيال ميديا ليزيد من حماس الجمهور. ويذكر أن الفنانة نادين نجام كانت قد غابت عن الشاشة في السباق الرمضان الأخير العام الماضي، وذلك بعد أن حققت نجاحا كبيرا مع الفنان قصي خولي في مسلسل 2020، والذي عرض في رمضان 2021 بسبب فترة انتشار فيروس كورونا. نادين نسيب نجام تبلغ من العمر 39 عاما، حيث ولدت في 7 فبراير عام 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004. والدها كان يعمل خياطا رجالي وهو مسيح الديانة، وهي ذات الديانة التي تعتنقها، بينما والدتها تونسية مسلمة. درست الفنانة نادين إدارة الأعمال ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن 16. دخلت مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل خطوة حب ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، وشاركت بعدها في عدد من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية. ومن المسلسلات التي شاركت بها مسلسل لو، تشيلو، سمرة، نص يوم، الهيبة، طريق، 5.5، 2020، صالون، زهرة.